صاحبك هذا من التجار، انفلتت منه منذ مدة عبارة، نعم إيه، وصرح يعتذر، يعتذر قال لي حضرت دروسك ثم الآن ما أستطيع، نعم قال لي أنا ما أستطيع النوم في الليل أبدا، كذلك ينام في الضحى ساعة أبدا، أبدا في الضحى ينام ساعة طيلة الليل. قول هو تاجر لكن من وكلاء الله في الأرض، أحسي ولا أزكى الله أحد أبدا، تجرع الأيدي خوارق عادات وأشياء، ذكرت مرات لكم هذا عنه، لكن الآن ما صرح باسمي ما أخذ آخر من البيت النبوة، فانفلتت منه كلمة، ها قال لي أنا الليل ما أنام، طيلة الليل مجاهدات وعبادات، الله أكبر. لذلك زهد في الدنيا، سخرها في خدمة المسلمين، ها استأجر في الأزمات 60 بيتا للفقراء يدفع أجرتها، تسمع عنه شيء العجاب، ها تسديد عجيب. الآن في الشتاء أقبل البرد، روح بشتري الحرامات، يلا يلا وزع. العامل المحاسب عنده يقول له نفقات كثيرة، قال له ما لك علاقة أنت، شو بقول لك بتدفع، فهمت أبدا، شو بقول لك علاقة أنت، والله تعلمني البخل أنت، شو بقول لك ادفع حرفا حرف. الآن أن هذا له أخوه مريض في السعودية، ذكرت لكم الله أكبر، بحاجة إلى عملية بتكلف قد إيه، مليار، مليار ليرة سوري، مليار، مليون، مليون ريال سعودي، قد إيه بيطلعوا، مليار سوري أبدا، والآن يرسل إلى أخيه في السعودية من أجل أن يعالج. الدكتور عم فكر شو العملية، فيها بعض أجهزة هيلة بدي يركبوا له أجهزة قلب وأجهزة وكذا، مليار ليرة، وهو مسرور يرسل لأخيه وهو مسرور، الله أكبر. موسم الحج جاء أنا عم وافق لي شابين ما معهم ولا دولار، والله بس كنت أنت حاضر، لكن ما حسيت أنت، أنا بعثت الرسالة له، نعم نظر هكذا، قال لي خلاص، ضرب على صدري، قال لي هلا نبعث لهم كلفة الحج وبسم الله، أدى الدول 5 ولا 10 آلاف دولار بسم الله، الله يرزقنا التوفيق، الله يرزقنا التوفيق. ولما هجم عليها هذا بائع البطيخ اشترى من عندي السمن ثم ما أراد أن يعطيه ثمنه، بيقول له عليك حسبي هيك، سحب عليه السكين، نعم رجع ليلة الجمعة قال يا ربي أراد أن يقتلني فاقتله. قال لي والله يوم السبت كانت النعوة تبعه معلقة ومقتول، وألقوه وين؟ بحيرة الزرزر. قال لي مقتول مذبوح وألقوه. الله يوفقنا كل خير. والمحامي اللي افترى عليه كمان في اليوم الثاني مات، ولما السيارة جديدة كذلك ما مشت نحو حمص، رجع بعد ما رجع مشت، تبين أن هناك كان عصابة عم تشلح الناس وأشياء كثيرة. نعم الله يوفقنا. شو يساقنا الموضوع؟ الله قال وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشيطان وتملكتها فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجل والطراح الآخر. ذلك هذا الذي أحدثكم عنه يتاجر، تعرف إمتى بسكر محله؟ مو 10 بالليل، إمتى؟ الساعة 2 بعد الظهر، خلاص 2 بعد الظهر، مو إنه ما عنده شغل، في شغل الآخر، شغل الآخر، تفقد الأرامل والمساكين اللي ما عندهم بيوت، بيوتهم خربة ما عندهم مازوت يذهب إصلاح البيوت. وما توفيقي إلا بالله. ما قال له أصحابه معك مال، طيب روح عمر لك مزرعة بيعفور هديك البلاد، قالوا إن شاء الله. بعد سنة دعاهم إلى المزرعة، أخذهم إلى طريق حمص، قالوا كي المزارع الفخمة هون وين أخذها طريق حمص؟ قالوا هلا الآن أريكم مزرعتي. وصلوا إلى ضيعة اسمها المراح، اسم المراح طريق حمص، نعم. دخل هكذا وقف عند مسجد وصالة ومركز تحفيظ قرآن،
الآن هذه مزرعتي، فوتوا صلوا ركعتين، هذه مزرعتي وما توفيقي إلا بالله. وإيش كتب على اللوحة؟ ما كتب بناه فلان ابن فلان، لا، قال بني على أيدي أهل الخير على نية شفاء مرضى المسلمين، على نية شفاء مرضى المسلمين. الله يرزقنا التوفيق. ما إذا تطهر القلب خلاص صار يؤثر الآخرة ويزهد في هذه الدنيا، أما إذا تمكن الشيطان صار يؤثر العاجلة ويطرح ويطرح الآخرة. قال ومبدأ استيلائها اتباع الشهوات، متى الشياطين تستولي على القلب؟ إذا إنسان اتبع شهواته وهواه. نعم، ولا يمكن فتحها بعد ذلك. يعني الآن الشيطان استولى على القلب، أنت ما تستطيع الآن تخلص من هذا إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان. أبدا، تخلية القلب عن قوت الشيطان. طب ما قوت الشيطان؟ الهوى والشهوات. أخرج الهوى والشهوات خلاص الشيطان إيش يصنع؟ بدون أكل وشرب بيموت، يموت. أما طالما عم تضع له العلف يبقى. أبدا. قال ولا يمكن فتحها بعد ذا إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان. ما هو القوت؟ الهوى والشهوات. وعمارته بإيش يعمر القلب؟ بذكر الله. اسمع، بذكر الله. الآن جل الأمة ما تذكر الله، حتى طلاب علم ومشايخ وقاعد ساكت أبدا، بالقيل وقالوا ثرثر أبدا، يستغربون لو أكون مجلس أنا فيه كذا، يقول لك يا جماعة ما صلى عني، صار طلعوا فيني هيك، يعني منين جاي أنت؟ يعني حتى واحد مدعي اعترض علي يعني إنه يعني الصلاة أبدا. قلب تمكنت فيه الشهوة والهوى ورد على فلان، تعالي على فلان، هي صفات عكريت الزمان مو صفات علماء. هي مر معنا قبل قليل عن الشبلي، في ترجمته قالوا كان يزداد ارتفاعا واتضاعا في نفسه، هكذا هذا شأن الصديقين. كل ما ارتفع شأنه تواضعت نفسه، مثل الشجرة المثمرة يكثر ثمرها فتتدلى، أما التي ترتفع تعلو شجرة الحور هذه شو نهايتها؟ قطعوا الحرق أو بيعطوها للنجار بيساويها باب مرحاض. كلها شوف كل واحد حاله أبدا. يا جماعة حقيقة، حقيقة الأمر ما تأخذ إلا من هؤلاء الربانيين، والله المنافق ما تأخذ منه حقا، كما مر معنا يد الله على أفواه العلماء لا ينطقون إلا بما هي الله لهم من الحق. وقال آخر لو شئت لقلت إن الله يطلع الخاشعين على بعض سره، على بعض سره. ثلاثة واحد من رجال الدين اليهودي ولا إيش وسيدي العاصر عم يسأل عن شو اسمه، بده يروح على المرحاض، وين باب المرحاض؟ بعد قليل شو سيدي عم يقول له إن جماعة تعرف حدا منكم بحب يشتري له شقفة بالجنة حنبيع الجنة. أم ولد قال له ألو أنت باب المرحاض ما عرفته، عندك تدل على الجنة عندك تبيع الجنة؟ قال له باب مرحاض أنت ما عرفته، أنت عارف باب الجنة؟